تكون معانا ومع حضراتكم الآن اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخلية الأسبق. سيادة اللواء برحب بحضرتك معانا وكل سنة وحضرتك طيب. منى والساده مشاهدينا ومشاهدينك الكرام واقباط مصر في الخارج اللي مصر بتعول عليهم حمل كبير جدا 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 في الدفاع عن الامن القومي المصري في الخارج. أمين، بشكرك جدا سيادة اللواء وكل سنة وحضرتك طيب، وتحية طبعا لأرواح كل شهدائنا شهداء الشرطة على مدى مش بس 2014، يمكن بنقول الو من أول 2011 لغاية دلوقتي. الو أمين. طبعا يعني بالنسبة للاستعدادات ل 25 يناير، في ظل أيضا إن احنا ما فيش فايدة في تهديدات هذه الجماعة، اللي المفروض إن احنا قبل كده قلنا خلاص إن الجماعة دي إلى حد كبير جدا من خلال حتى يعني رؤيتهم وتهديداتهم السابقة أصبح يعني شبه لا وجود لهم ولا قوة لهم. فنقول استعدادات الشرطة إن شاء الله احتفال ب 25 يناير شكلها إيه وماشية إزاي؟ استعداد الشرطه الحمد لله واخده شقين، شق دفاعي وده طالع بقوات الانتشار السريع للقوات المسلحه مع قوات الشرطه في تامين كافه المنشات الحيويه في البلاد وكافه المرافق الاقتصاديه، لان هم دلوقتي هذه الجماعه الاجراميه بدات تستهدف خطوط الغاز المواطنين. وابراج الكهرباء ومحطات المترو والقطارات وكل مخدرات البلد الاقتصاديه لضرب الاقتصاد المصري في الصميم حتى تحدث حاله من الاستياء بين اوساط المواطنين وتذمر ضد النظام او تفقد المواطنين يعني ثقتهم في اجهزتهم الامنيه في قدرتها على حمايتهم وتوفير اكبر قدر من الامن والامان لهم. نعم. طيب يعني هل حضرتك هيكون في نوع من انواع الاستنفار الامني؟ هو كان المفروض انه كانت قال ان هيكون في احتفال في الاستاد القاهره، ولا النصيحه هذه المره للناس انها تنزل عادي، وانه الامن يعني هيكون حريص كل الحرص على حمايه كل المواطنين ان شاء الله؟ بقول لحضرتك هيكون في خطه دفاعيه وخطه هجوميه، الشق الدفاعي نعم. ده اللي اتكلمت فيه مع حضرتك عن تامين كافه المنشات وده بتطلع بيه القوات المسلحه وقوات الشرطه، وبالنسبه للشق الهجومي ان هو تبدا ضربات استباقيه اجهاضيه تتولاها اجهزه المعلومات المتمثله في جهاز الامن الوطني وجهاز مصلحه الامن العام في توجيه ضربات البؤر الاجراميه ليهم اللي بيتم فيها استجماع وتجميع القوى المعادية للنظام وتوفير المواد المتفجرة والأسلحة ورصد الأهداف وكل ده المعلومات القوية للأجهزة القوية السيادية بتستهدفها بدأت من أسبوع ومستمرة لغاية آخر الشهر علشان خاطر يعني تجنب الوطن وتجنب المواطنين والمنشآت بتاعتنا الأخطار اللي ممكن تنجم عن نجاح مثل هذه المخططات الإجرامية في استهدافها. تمام. لكن المواطنين بناء على او يعني على الحاجات اللي حضرتك قلتها او الخطتين المتبعتين دلوقتي في طمأنة، يعني ده المفروض يدي اطمئنان لاي مواطنين عايزين ينزلوا يحتفلوا بهذه المناسبة في الشوارع. أنا شخصيا يعني كمواطن عادي أنا مطمن تماما إن شاء الله إن مش هيحصل حاجة خالص وهتمر زي 28 نوفمبر ما حصل، ولكن كراجل أمن أو قيادة أمنية قديمة لازم أحط استعداداتي وأحط خطتي على طبعا أسوأ الاحتمالات، وهم يمكن بدأوا من النهارده أهوت بدأوا يدفعوا بعناصر من ستة إبليس وعناصر المشتركين الثوريين مدعمة طبعا بعناصر الإخوان إن هم يحاولوا يعملوا اي شغب في ميدان التحرير، يحاولوا بالظبط. ينزلوا في بعض الميادين الهامه ويعملوا اي شغب بتتصدى لهم حاليا دلوقتي قوات الشرطه وبتحاول تظبط اكبر قدر ممكن منهم لان هم نزلوا التظاهر بدون اي اذن وبدون بشكل اي مفاجئ. شيء نعم. الا بشكل مفاجئ الا كانت رصدها برضه اجهزه المعلومات لكن الا للتاثير على مقدرات الدولة الاقتصادية خاصة ان هم يعلموا ان في مؤتمر اقتصادي عالمي هام هيجي جدا. في شهر مارس فبيحاولوا تصدير رسالة للخارج ان هذه الدولة ما تجوش تستثمروا فيها لان ما هياش الاجهزة ما هياش مسيطرة على الامن وما هياش وفي قلاقل وفي مصاعب امنية وانت عارفة حضرتك يا دكتورة ان رأس المال جبان ممكن ان هو طبعا يرصد مثل هذه الحركات فيطفش.
فلا الحمد لله ان شاء الله يعني الدوله هتظهر العين الحمراء والاجهزه هتتصدى بالكامل وهيتم ضبطهم وتقديمهم لمحاكمات عادله باذن الله. احنا شفنا النهارده كان في خبرين الحقيقه ممتازين جدا، بانه حضرتك كان امن الدقهليه قتل تكفيري قبل ما يفجر نفسه في قسم شرطه العزايزه، وكمان فشل محاوله ارهابيه لاستهداف قسم شرطه الشيخ زويد. دي طبعا يعني يعتبروا خبرين ممتازين النهارده. لكن على الجانب الاخر بنلاقي حضرتك ايضا سياده اللواء كل يوم بمعدل قنبله قنبلتين ثلاثه، مش عارف تم ابطال مفعول قنبله هنا، تم ابطال ثلاث قنابل مفعول ثلاث قنابل، بالضبط او بنشوف قنابل بتنفجر محدثة صوت من غير إصابات بشرية. لكن ممكن إلى أي مدى ممكن حضرتك يعني تقل هذه الأخبار اللي بقت مسيطرة على الصحف وعلى الإعلام بشكل يومي؟ للاسف الشديد انا استطيع ان اقول ان هي هتتزايد من هنا لغايه 25 يناير الاضوات المتفجره دي، عشان اهم تركيز كمان ان ازرع قنبله في ماسوره بنص كيلو مواد متفجره تتحط بالقرب من ديوان قسم شرطه او مكان تتجمع فيه الاهالي او في محطه مترو او كده، ثم تنفجر عن بعد اما اثناء قيام خبير المخابرات بمحاوله تفكيكها لتدمير خبير المخابرات معها، او تدمير احداث اكبر قدر ممكن من الذعر والخسائر بين الاهالي زي ما قلت لحضرتك، عشان يحقق اهداف افقاد الثقه في الاجهزه الوطنيه في الدفاع وتوفير الامن، وتصدير رساله للخارج بان الدوله مش مسيطره على الامور، ولكن ان شاء الله ان شاء الله كل ده هينحسر قبل نهايه هذا الشهر ان شاء الله. يا رب. يعني حضرتك متوقع انها هتزيد في الفترة لغاية 25 يناير، لكن ان شاء الله على بال اخر يناير هتكون ان شاء الله تنحصر هذه الاخبار او هذه الاعمال. يعني بنتمنى طبعا من كل قلوبنا انه يحصل ده. بالنسبة لحضرتك ألو، يعني على مستوى الشارع المصري عموما وعلى مستوى الامن، نقدر نقول لسيادة اللواء ان المواطنين مطمئنين في هذه الايام بالنسبة، يعني حضرتك سامعني؟ ألو، سيادة اللواء أيوة فندم، بالنسبة للأمن العام، يعني الأمن عموما وإحساس المواطن المصري، مش بس عشان استعدادات أو إن في دلوقتي استنفار أمني، نوع من أنواع الاستنفار الأمني أو خطط للاستعداد لاحتفالات 25 يناير، لكن على المستوى العام هل فعلا حضرتك بدأ المواطن المصري يشعر بأنه هناك خطط جديدة وهناك أيضا تفعيل للأمن والأمان في جميع محافظات الجمهورية؟ شوف حضرتك انا هكون صريح لاقصى درجه مع حضرتك، الامن لم يعد بدرجه 100% زي ما كان قبل 25 يناير 2011، ولكن هو بيتعافى وبيتقدم كل يوم احسن من اليوم اللي قبليه. لان في يعني في اولويات وفي انشغال جزء كبير جدا من جهاز الامن التصدي للعمليات الارهابيه وللقتل وللترويع وللمواد المتفجره، وده طبعا على حساب امن المواطن العادي الغلبان من حيث السرقات او البلطجه او فرض النفوذ او التلاعب في السلع التموينيه او وقع الاسعار او ما شابه، ولكن مع استتباب الامن السياسي ان شاء الله هيعود كل شيء بالايجاب على امن المواطن العادي اللي هو الهدف الاساسي بتاعنا عمل الشرطه، وهو حمايه الارواح وحمايه الاعراض وحمايه الممتلكات العامه والخاصه. باذن الله هنفرغ قريبا جدا جدا من المؤامرات الارهابيه، ونعد الشعب المصري ان شاء الله ان يكون في احترام لحقوق الانسان جيد جدا جدا جدا، وفي رساله امنيه قويه جدا في توفير اكبر قدر ممكن من الامن والامان ليه، ومنع الجريمه قبل حدوثها وكشف غموض ما قد يحدث منها في اقرب وقت ان شاء الله، خاصه بعد تعويض ما فات الشرطه من سيارات حرقت حوالي 4000 سياره ومن اسلحه تم الاستيلاء عليها في احداث الشغب، ومن تعويضها بالتقنيات الحديثه زي الكاميرات وزي وسائل الاتصال الحديثه واللابتوبات، كل دي اجهزه لابد ان تزود بها الشرطه حتى تستطيع ان تقوم بدورها مثلما كانت من اقوى اجهزه الشرطه في العالم باذن الله قريبا جدا. امين. يعني بنتمنى طبعا يعني فعلا سيادة اللواء ان ده يحدث، وان فعلا المواطن المصري يشعر بالامن والامان بنسبة 100%. تعليق حضرتك ايضا على بعض اللي يمكن بنقول المخالفات، وحتى الرئيس السيسي ايضا انه قال ان يعني ذكر حتى هذا في كلمته، انه هناك بعض المخالفين ايضا في جهاز الشرطة وهناك بعض التجاوزات، ف بالضبط
بالظبط. يعني طمأنت الشعب المصري أيضا على ماذا تقوم، يعني ماذا يقوم جهاز الشرطة حيال هذه التجاوزات في هذه الأيام؟ شوف يا دكتور، يعني انا مش ممكن اقول ان مجتمع الشرطه ده مجتمع ملائكي، مش ممكن اقدر اقول ان انا ضامن 36,000 ضابط وحوالي اكثر من 600,000 فرد ان كل تصرفاتهم ومسلكياتهم تكون فوق مستوى الشبهات او تكون منضبطه الى اقصى درجه. بالتاكيد هيكون في تجاوز في بعض المواقع من بعض صغار الضباط ومن بعض الافراد حديث العهد بالخدمه، ولكن السؤال هنا هل الوزاره توافق على هذا وتتكتم عليه، ولا بتوقع اقصى الجزاءات وبتقدمه للنيابه العامه او للمحاكمات التاديبيه؟ جهاز الشرطه فيه 3 اجهزه توقيع من اكبر قطاع التفتيش والرقابه وقطاع الامن العام وقطاع وجهاز امن الدوله، مهمتهم الاساسيه مراقبه الاداء والمسلك لافراد الجهاز وضباط الجهاز، وهي اللي بتقدم اي حاله من حالات الانحراف سواء كانت مسلكي او اداري للمحاكمة التدريبية أو النيابة العامة. يعني القصد إن هو سياسة ومنهج الوزارة ليس تسيطر على هذه التجاوزات بل مقاومتها والضرب بشدة عليها وتقديمها للمحاكمة، علشان ده بتسيء إلى الثوب الأبيض اللي بي 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 يعني بيقدمه شهداء الشرطة اللي بيقدموا أرواحهم وبيقدموا إصابات فيها بكس. في اكثر من 14 اصابه، 14,000 اصابه عندنا فيها باكس منذ احداث 25 يناير 2011، وفي عندنا اكثر من 600 شهيد ما بين لواء لغفير ومجند، وكل ده بيضيعوا الحراس ضابط صغير او امين شرطه او فرد او غفير، فبالتالي قيادات الشرطه بتضرب بايد من حديد على مثل هذه التصرفات الصغيره. يعني سعداء ان احنا نسمع طبعا ان زي ما حضرتك ذكرت انه اهم حاجه قيادات الشرطه تتعامل ازاي مع هذه التجاوزات، ونصيحه طبعا لكل هؤلاء ان يا ريت يشوفوا مصلحه مصر وايضا يحموا يعني سمعه المؤسسه اللي بينتموا اليها. سياده اللواء بشكر حضرتك جدا، سياده اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخليه الاسبق، بشكر حضرتك وجودك معانا، وكل سنه وحضرتك طيب، وكل ضباط وكل العاملين في مؤسسه الشرطه طيبين، وتحيه لكل الشهداء، و ربنا يكون في عون كل أسر الشهداء. بشكرك شكرا جزيلا.